أهلا بكم. أغلقت أسعار النفط على انخفاض فيما منيت بخسارة أسبوعية بلغت أكثر من 3% مدفوعة بتوقعات بشأن الطلب العالمي على الخام وسط تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا بما يعادل 1.37% ليتحدد سعر التسوية عند 61 دولارا و88 سنتا للبرميل. فيما لحقت أسعار خام برنت خسارة أسبوعية بلغت 3.7% على مدار الأسبوع. وانخفضت عقود الخام الأمريكي على 24 سنتا لتغلق عند 56 دولارا و17 سنتا للبرميل الواحد، لتتكبد هي الأخرى خسارة أسبوعية بلغت 3.6%. ارتفعت واردات الهند النفطية من العراق إلى مستوى قياسي في آب الماضي، في الوقت الذي تستبدل فيه المصافي الهندية الواردات الإفريقية مرتفعة الثمن بشحنات من نفط البصرة الأرخص. وكشفت البيانات التجارية أن الهند ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، استوردت نحو 1,320,000 برميل يوميا من النفط الخام العراقي في الشهر الماضي، بزيادة قدرها الثلث تقريبا مقارنة مع تموز، وبارتفاع نسبة 29% مقارنة مع آب مع 2018. أعلنت الحكومة في بغداد إعادة افتتاح معبر القائم الحدودي مع سوريا لمرور البضائع والمسافرين، بعدما كان المعبر مفتوحا لعبور الآليات والأغراض العسكرية فقط. وأفادت هيئة المنافذ الحدودية أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وافق على افتتاح معبر القائم على الحدود مع سوريا الاثنين المقبل. ويرتبط العراق مع سوريا بثلاثة معابر رسمية تحمل تسميات مختلفة على الجانبين، هي القائم من الجانب العراقي الذي يقابله البوكمال في الجانب السوري، والوليد من الجانب العراقي ويقابله التنف على الجانب السوري، ومعبر ربيعة من الجانب العراقي يقابله اليعروبية في سوريا. اتهمت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حكومة كردستان العراق بالمماطلة من أجل إنهاء العام الحادي دون تسديد المستحقات النفطية إلى الحكومة في بغداد. وقالت عضوة اللجنة ندى شاكر جودت إن تشكيل اللجان وتبادل الزيارات بين الجانبين والانتظار لحين اكتمال اللجان الفرعية ما هي إلا لعبة لكسب الوقت والتهرب من تسليم بغداد 250,000 برميل من النفط لشركة سومو مقابل تسليم بغداد رواتب الموظفين في كردستان العراق. وأوضحت أن استمرار تلك العراقيل وضعف حكومة عبد المهدي سيجعل من موازنة العام المقبل شبيهة بموازنة عام 2019، حيث نالت كردستان العراق حصة أكبر من حصتها. كشفت وزارة الزراعة عن إدراج نحو 15 مليون دونم لمختلف المحاصيل ضمن خطة الموسم الشتوي المقبل. وقال الناطق باسم الوزارة حميد النايف أن الوزارة بانتظار موافقة وزارة الري على تأمين الإطلاقات المائية لري تلك المساحة، مبينا أن المساحات التي ستتم زراعتها توزعت بين مختلف المحاصيل، حيث تم تخصيص مساحة تقدر بأكثر من 9 ملايين دونم لزراعة محصول الحنطة. هذا وكانت محاصيل الحنطة والأراضي الزراعية في العراق تعرضت لعمليات إحراق منظمة. وقال نواب وناشطون إن وراءها ميليشيات تعمل لصالح دولة مجاورة لمنع العراق من الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط.
ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.